تعادل سلبي بدون اهداف في الشوط الاول بين الاهلي وطلائع الجيش، شوط دون المستوى. ولما بتكلم عن دون المستوى، كان المتوقع ان النادي الاهلي يكون اكثر جديه في التعامل مع هذه المباراه، ولكن اعتقد ان نتيجه 4-0 اللي كانت من اسبوع كانت سبب من ضمن الاسباب لظهور بعض لاعبي النادي الاهلي في الشوط الاول بهذا المستوى. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا. ارحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط دون المستوى، واعتقد ان نتيجه المباراه الاولى ليها دور كبير. اكيد طبعا، بما حاجه ثانيه كمان، احنا بنتفق ان كل مباراه وليها ظروفها. انك انت تساعد بقى في ظروف المباراه دي، فرقه انت كسبانها 4 قبل كده وظروفها مش ما يعني مش تمام في الاداء معاك وفي كل حاجه، وتسمح لها ان هي تزورك 3-4 مرات في ال 18 بتاعك، اذا انت بتلعب بارتياحيه كبيره جدا، بتلعب بشكل سهل جدا، حاسس ان المكسب هيجي في اي وقت لظروف الفوارق اللي بينك وبين اي فرقه انت بتلعب معاها، وده مش موجود في الكوره. وحتى المدرب لاول مره حسيت بيه، خلى 2 يسخنوا. كان في 2 ورا الجول، انا متهيألي السوليه والاثنين في نص الملعب، السوليه وحد ولا وحسين الشحات. السوليه وحسين الشحات كانوا الراجل حس وحسين على الخط، حس بالكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. فالاول مره اكيد هيبقى في تغيير بدري في المباراه. انت قلت مفيش جديه في الاداء، لازم تاخد الحكايه على ماخذ جدي يعني. كابتن اسامه، سريع، مشاكل النادي الاهلي في الشوط الاول يجب تداركها الشوط الثاني. لا، هي في مشاكل كتيره النهارده. هي المشكله انه الكبيره انه 7 لعيبه 8 لعيبه بره المود خالص، بره المستوى بتاعهم. يعني عندك تقريبا كل لعيبه نص الملعب، كل الثلاثه اللي قدام طاير واسامه ابو علي واحمد عبد القادر تقريبا ما تحسش بوجودهم. فلابد من تغيير سريع جدا، وانا اعتقد ان حسين الشحات لازم ينزل على حساب طاير او احمد عبد القادر، وقفشه ينزل مكان اكرم توفيق او مروان عطيه. كابتن عادل، شوط اول النسيان سريعا. يجب انك لازم تغير اكرم توفيق وتنزل مكانه قفشه، وتنزل رضا سليم مكان طاهر، والناحيه الثانيه حسين الشحات مكان عبد القادر علشان تقدر تلحق بالمباراه. اذا اللجوء للدكه كابتن بلال هو الحل. حقيقي اللجوء للدكه هو الحل الافضل، وتغيير طريقه اللعب كمان، تلعب 4-1-4-1 دي طريقه بالنسبه لي انا في الشوط الثاني افضل، تديك يعني دوافع هجوميه اكتر. تمام، فلازم تغير من على دكه البدلاء، ولازم تغير من طريقه اللعب عشان يبقى لينا يعني افضليه في نص ملعب، لان نص ملعب متاخد من النادي الاهلي. شكرا، كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني. التحقيق فوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.